مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج المبادرة. هذا البرنامج اللي بنناقش فيه أهم وآخر أخبار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. حياة كريمة المشروع القومي التاريخي والإنساني اللي بيستهدف التغيير الشامل لأوضاع أكثر من 60 مليون مصري والارتقاء بحياتهم في مختلف القطاعات والمجالات. في حلقة النهاردة هنستعرض مع حضراتكم بعض البيانات للتحالف الوطني للعمل الأهلي، كمان هنتكلم عن أهمية المحاضرات التعريفية اللي قامت بيها مبادرة حياة كريمة في كل من جامعة جنوب الوادي وجامعة بني سويف وكمان جامعة الأسكندرية لتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي والجهود اللي بتقوم بيها المبادرة. أهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامج المبادرة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اهتمام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقا وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام التحالف الوطني بتنظيم عدة احتفاليات لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في محافظتي الأسكندرية والغربية. قامت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني بإطلاق فعالية موسعة في محافظتي الأسكندرية والغربية لتسليم الأجهزة الكهربائية للفتيات المقبلات على الزواج في احتفالية كبيرة سادها أجواء كبيرة من البهجة. وبيواصل قطار مبادرات التحالف الوطني في تقديم المساعدات الاجتماعية وتيسير الزواج للفئات الأولى بالرعاية، حيث يصل الأسبوع القادم إلى محافظات القناة ويبدأ بمحافظة الإسماعيلية ثم تتوالى باقي المحافظات تباعا، سعيا للتخفيف عن كاهل المواطنين ومساعدة الفئات الأكثر استحقاقا. وفي إطار استقبال العام الدراسي الجديد في الجامعات المصرية المختلفة، حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على تقديم المساعدات اللازمة لصالح ذوي الهمم من طلاب جامعات محافظة أسيوط من خلال تقديم أجهزة لابتوب جديدة لهم لمساعدتهم في إتمام العملية التعليمية وتسهيلها عليهم. قدمت جمعية الأرمان 77 جهاز لابتوب لطلاب جامعة الأزهر في أسيوط وجامعة أسيوط العامة من الطلاب ذوي الهمم. بيأتي ذلك من ضمن جهود التحالف الوطني في إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني لدعم الفئات المستحقة، وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة بتجمع 24 كيان رائد في العمل التنموي في مصر. من جانب آخر، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمالا للنجاح اللي حققته الندوات التوعوية بالجامعات المصرية واللي بتنظمها مؤسسة حياة كريمة، انطلقت بالفعل النهاردة المرحلة الثالثة من الندوات واللي كانت بدأت في جامعات أسيوط وبورسعيد. بتستمر الندوات في جامعات المنصورة ودمياط والأقصر والفيوم والسادات والمنوفية والعريش والوادي الجديد حتى يوم 23 أكتوبر الجاري تحت شعار تطوع واترك بصمتك. بيأتي ذلك في إطار بروتوكول توعوي أو برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتستهدف الندوات التوعوية والتوعية والتعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة لشباب الجامعات وتعريفهم كمان بالجهود التنموية المبذولة على الأرض، تزامنا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في كافة محافظات جمهورية مصر العربية مع مختلف الفئات.
وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللي بتأتي المؤسسة كأحد مؤسسيه، وإلى جانب الندوات التوعوية بالجامعات بتستعد المؤسسة أيضا لتنفيذ زيارات ميدانية لشباب الجامعات لمشروعات حياة كريمة على أرض الواقع، والعمل أيضا على الاستفادة من التخصصات المختلفة من شباب الجامعات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة. هنروح مع حضراتكم دلوقتي لجامعة كفر الشيخ واللي نظمت فيها مؤسسة حياة كريمة عدد كبير من المحاضرات التعريفية بأهداف هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. الواحد بيشعر بالفخر برغبه الطلاب واصرارهم ان هم حابين يستقطعوا من وقتهم ومجهودهم ان هم يتواجدوا ضمن منظومه مؤسسه حياه كريمه للاندماج والمشاركه في رؤيه مشاريع مؤسسه حياه كريمه ومبادره حياه كريمه. كل الشكر ليهم وكل الشكر للساده رئيس الجامعه والسيد نائب رئيس الجامعه على كرمه وحسن استقباله. شكرا للمتطوعين اللي هم ساهموا في تنظيم المؤتمر. شكرا للساده المنسيين الميدانيين لمؤسسه حياه كريمه اللي كان لهم الدور الفعال لاخراج اليوم بشكل بما يليق بمؤسسه حياه كريمه ومبادره حياه كريمه. كل ده يدل على شيء بيدل على التكامل والتضافر بين كافة الأطراف في مبادرة حياة كريمة. أنا سعيد جدا النهاردة بالتواجد العظيم لأبناء وبنات الطلاب والطالبات وعمداء وكلاء الكليات والسادة أعضاء تسوى الجهاز الإداري اللي كان متشوق فعلا إن هو يعني يتطوع للعمل في مبادرة حياة كريمة، وكمان ياخد جرعة تثقيفية وتوعية عن محاور المشروع العظيم اللي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2019. النهارده بنطلق الندوة التوعوية الأولى داخل جامعة محافظة كفر الشيخ علشان نوعي الشباب أو نعرف الشباب بمبادرة حياة كريمة بشكل كبير. في الحقيقة هي مش النهارده، على الرغم إن هي أول ندوة بتكون موجودة في المحافظة، ولكن هي الشباب اللي موجودين معانا عندنا عدد كبير منهم جدا في المتطوعين اللي موجودين معانا في المؤسسة اللي هم الوقود الفعلي للمؤسسة. المؤسسة اللي هي قامت بالشباب وشغالة على الشباب وبتستهدف الشباب وهتتطور أكتر بالشباب. المبادرة حياة كريمة الحقيقة من وقت إطلاقها 2019 وكان ليها دور كبير جدا في المجتمع وأسهمت بشكل كبير، وزي ما نقول برضو عندنا هنا في المحافظة على سبيل المثال المشاركة المجتمعية كانت كبيرة جدا من طلاب جامعة كفر الشيخ. والحقيقة من بداية إطلاق المبادرة 2019 وشارك عدد كبير جدا في سواء كان في القوافل الطبية أو في الدور المجتمعي، قوافل طبية، قوافل بشرية، قوافل بيطرية، قوافل زراعية، قوافل توعوية عندنا هنا في مراكز حياة كريمة. وعلى سبيل المثال مركز مطوبس تم تنفيذ عدد كبير جدا من القوافل، تخطت 30 قافلة خلال السنوات الماضية، وكانت زودنا عدد المستفيدين. وبرضه لو جينا نتكلم على ملف المتطوعين عندنا هنا في محافظة كفر الشيخ وتقريبا جامعة كفر الشيخ زاد عدد المتطوعين بشكل كبير الفترة اللي فاتت، والندوة دي هتسهم بشكل كبير في زيادة عدد المتطوعين. بالنسبة لحياة كريمة فهي جايب اسمها حياة كريمة. احنا دلوقتي ايه اللي احنا بنعمله؟ احنا كمتطوعين كطلبة، احنا دلوقتي في رحاب جامعة كفر الشيخ، احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ احنا بنعزز الطلاب ان هم يقدروا يتطوعوا معانا في مبادرة حياة كريمة علشان نقدر ان احنا نوسع الدايرة بتاعتنا. احنا كنا جزء بسيط، دلوقتي بقينا جزء كبير قوي. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا كطلبه احنا اول حاجه احنا بنعملها احنا بنساعد، بنروح نخبط على الباب وندخل، بندخل فرحه وسرور على اطفال. يعني احنا كان من يومين دخلت المدارس، فاحنا فكرنا يعني مبادره حياه كريمه كان ايه دورها، عملت ايه؟ عملت مبادره اللي احنا جبنا الشنط للاطفال ودخلنا يعني في قلبهم الفرحه. كان في اطفال كتير بيروحوا بكياس، فدلوقتي لما خدوا الشنط كانوا فرحانين قوي. كلنا ما نقدرش اننا نحمل قيمه العمل التطوعي، وخصوصا المرحله السنيه، مرحله الشباب في المرحله دي. فالعمل التطوعي هو بناء للكوادر الشبابيه، هو بناء للقدرات الشبابيه ان هم يشاركوا معانا وينزلوا على ارض الواقع ويكتسبوا مهارات جديده ويكتسبوا خبره جديده في مجالات، ان هم يكونوا على علم وعلى درايه ايضا بالمبادره اللي بتحصل داخل بلده. المبادره الصراحه عظيمه جدا. النهارده في رحاب جامعه كفر الشيخ احنا تعرفنا اكتر على حياه كريمه، وانا كان ليا كمتطوع انا في حياه كريمه كان ليا سابقيه ان انا طلعت معاهم مره في مركز مطوبس، كان عن طريق كليتنا. كان هدفنا ان احنا نوعيهم بالثقافه الرياضيه وبازاي ان هم يحافظوا على صحتهم. حبيت اتطوع مع حياه كريمه لان المبادره دي بتهدف ان هي نجعل الريف بتاعنا اكتر يعني في ناس وفي حي اكتر، وانا حبيت اشارك في المبادره دي بعد ما نزلت وشفت الحاجات اللي بتتم، وانا مبسوطه جدا بالتطوع في المبادره دي.
مؤسسة حياة كريمة الحقيقة خلال هذه الفترة أيضا بتقوم بعقد عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية لتعريف الشباب بالجامعات المصرية بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحثهم أيضا على فكرة التطوع وأهميته بالنسبة للمجتمع وللأفراد. كانت من ضمنها محاضرة في جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا لتعريف الطلاب بأهداف حياة كريمة. خلونا نعرف التفاصيل أكثر في رسالة زميلي أحمد الأفيوني. أعزائي المشاهدين من جامعة جنوب الوادي، حيث أطلقت مؤسسة حياة كريمة اليوم أولى ندواتها التثقيفية بجامعة جنوب الوادي حول حياة كريمة. حياة كريمة أهم المشروعات التي تم تنفيذها هنا على أرض الواقع. المزيد من التفاصيل دعوني أستقبل معكم الدكتورة نجوى الهواري، منسق عام حياة كريمة في محافظة قنا. دكتورة نجوى، بداية برحب بحضرتك. ربما اليوم انطلاق هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات أطلقتها مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر وجامعات مصر المختلفة، كيف يعني تساهم هذه الندوات في غرس قيم الانتماء لدى الطلاب هنا في جامعة جنوب الوادي، وأيضا يعني أهم المحاور التي تناولتها الندوة اليوم في هذه الندوة؟ أهلا وسهلا بحضراتكم في رحاب جامعة جنوب الوادي. وإحنا في يعني المؤسسة لما أطلقت ندواتها على مستوى الجمهورية في جميع الجامعات، كان الهدف الرئيسي هو أن احنا بنوعي شبابنا بالجهود التنموية والشبابية اللي بتنفذها المبادرة الرئاسية على مستوى محافظة الجمهورية، تحديدا هنا في جنوب صعيد مصر وتحديدا في محافظة قنا. كمان احنا من خلال الندوات اللي هنطلقها، ودي أولى ندواتها النهاردة، بنعلي ثقافة التطوع عند الشباب، بنعلي عندهم الرغبة في خدمة مجتمعهم، لأن احنا من الهدف مننا كمان ان احنا نزود نسبه المتطوعين اللي عندنا في المؤسسه. يمكن حضرتك ملاحظ عدد المتطوعين الكبير جدا اللي حاضر معانا الندوه النهارده واللي بينظمها، واللي مش بس بيقتصر على مدينه معينه او قريه معينه، لكن هم منتشرين على كافه قرى المحافظه. دكتور دجوى، يمكن محافظة قنا من المحافظات المحظوظة التي حظيت يعني تنفيذ مشروعات عديدة في مبادرة حياة كريمة، ربما حجم الاستثمارات هنا قد تخطى 30 مليار جنيه، كيف سيتم توعية الشباب بحجم هذه المشروعات اللي بالفعل تم تنفيذها على أرض محافظة قنا، وأيضا حدثينا عن أهم المشروعات اللي بالفعل تم تنفيذها هنا في محافظة قنا؟ هي أن محافظة قنا من المحافظات يعني المحظوظة أن احنا نبدأ في المرحلة الأولى، وأن احنا يضم المرحلة الأولى لنا خمس مراكز رئيسية، هما مركز أبو تشت بإجمالي 33 قرية، مركز فرشوت بإجمالي 9 قرى، ومركز أبو تشت، ومركز كمان دشنة ب 17 قرية، مركز الوقف ومركز أوس. فإحنا شغالين في خمس مراكز بإجمالي تقريبا 19 مجمع قروي ب 88 قرية، عدد مشروعات كبير جدا، نسبة الاستثمار تجاوز زي ما حضرتك قلت 31 مليار جنيه. المشروعات اللي إحنا استهدفناها في المبادرة تناولت كافة القطاعات الخدمية اللي هي تجاوزت ال 15 قطاع خدمي. شغالين في قطاع البنية التحتية من صرف صحي وشبكة مياه وكهرباء ورصف للطرق في نهاية هذه المشروعات الخاصة بالبنية التحتية. كمان شغالين في مشروعات خاصة بقطاع التعليم، واللي تمت منها رفع كفاءة مدارس موجودة أو زيادة أجنحة في مدارس أخرى لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول. كمان إنشاء مدارس جديدة كانت تناسب وده كان وفقا لاحتياجات الأهالينا في هذه القرى. اشتغلنا كمان على الخدمات التنموية والتنمية المحلية، انشأنا اكثر من خمس مجمعات يعني متكامله، خدمه متكامله للمواطنين في كافه الربوع المحافظه. تقريبا شغالين مجمع خدمي في كل مجلس قروي. المجمع الخدمي اللي بيخدم المواطنين بيقدم لهم الخدمه الرقميه داخل القريه، فهو بالتالي بنسهل على اهالينا خدمه الحصول على هذه الخدمه. عنده مركز تكنولوجي متكامل، مكتب شهر عقاري ومكتب بريد وغيرها من الخدمات الموجوده، طبعا ده غير المجمعات الزراعيه والوحدات الصحيه وغيرها. دكتورة، يمكن اليوم ومؤسسة حياة كريمة لم يقتصر دورها على عقد هذه الندوات فحسب، ولكن ربما رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم بيدعى الطلاب لزيارات ميدانية لهذه المشروعات القومية التي تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع. دور مؤسسة حياة كريمة في يعني تنظيم رحلات وتنظيم جولات لطلاب الجامعة لهذه المشروعات كي يشاهدوا بالفعل هذه المشروعات على أرض الواقع. صحيح، المؤسسة طبعا من ضمن الأهداف الرئيسية هو نشر الوعي، وإن احنا نعلي هذه ثقافه التطوع، وان احنا نوري اولادنا واهالينا في القرى المختلفه ماذا تفعله الدوله ليهم في الارض او على القرى. لان احنا في القرى ما كناش نتخيل ان احنا توصل عندنا خدمه زي خدمه الصرف الصحي مثلا، فكان لازم ان احنا نعلي ده عند شباب الجامعات. فاطلقنا سلسله الندوات واللي هيتبعها ان شاء الله خلال المستقبل القريب كمان زيارات ميدانيه لطلاب الجامعات لزياره المشروعات دي، علشان يشوفوا بعينيهم اللي بيحصل من المشروعات، انهم يبقى عندهم الثقافه انهم ينزلوا كمان.
بيساعدونا في المؤسسه وتطوعوا ليها كشباب ليهم دور في المجتمع. دكتورة نجوى، يمكن حضرتك ذكرتي في حديثك عن حجم المشروعات اللي بالفعل تمت هنا على أرض الواقع في محافظة قنا، كيف غيرت هذه المشروعات بعد قربنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة، كيف غيرت واقع الحياة هنا في قرى محافظة قنا؟ الحقيقة أستاذ أحمد لو هقول لحضرتك أن احنا في بداية المبادرة خالص في 2019 لما كنا بننزل مجرد رصد احتياجات للأهالي، كنا بنعمل جلسات مجتمع مدني مع بعض كده وجلسات لجان مجتمعية، فكنا بنسمع آرائهم، هم ما كانوش يتخيلوا اللي حصل بالفعل بعد رفع طلباتهم لنا. الحقيقة أن احنا اللي حصل كان أكبر بكتير من أحلامنا كلنا كشباب مؤسسة حياة كريمة وكشباب متطوعين وكأهالي كمان. الأهالي طبعا احنا بنرصد ردود أفعالهم بعد هذه المشروعات، فبالله هي طيبة جدا، مبسوطين جدا من كم الخدمات والمشروعات اللي نفذت وما زالت تنفذ داخل هذه القرى، المدارس اللي أصبحت موجودة بشكل كبير واللي أدى إلى تقليل الكثافات داخل الفصول لأولادهم، الخدمة الصحية اللي بقت موجودة من خلال مجمعات طبية متكاملة داخل هذه القرى إن شاء الله هيتم تفعيلها بشكل كبير أثناء بعد تسليم هذه المجمعات. كمان كل المشروعات، مشروع تأهيل الترع والمحافظة على المياه داخل هذه القرى، ما كناش نتخيل اللي احنا ممكن نحافظ على المياه بالشكل ده، توصيل مياه شرب سليمه ومياه سليمه للاهالي داخل هذه القرى، ما كانش برضو نعرف كانت المياه توصل لنا بس مياه مش كويسه، فبالتالي الاهالي دلوقتي ردود افعالهم طبعا طيبه جدا على كافه المشروعات مش على مشروع واحد او اثنين. دكتور نجوى الهواري منسق حياه كريمه في محافظه قنا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. اذا اعزائي المشاهدين، كانت هذه هي الصوره من هنا من جامع جنوب الوادي ومن اولى الندوات التثقيفيه التي اطلقتها مبادره حياه كريمه داخل جامع جنوب الوادي لغرس قيم الانتماء والولاء لدى طلاب الجامعه ومعرفه وتعريف بحجم المشروعات القوميه الضخمه التي نفذتها حياه كريمه في قرى محافظه قنا. وبالعوده اليكم مره اخرى لزملائي في الاستوديو. طبعا كل الشكر لزميلي أحمد الأفيوني على هذه الرسالة الوفية. مشاهدينا الكرام، قبل أن نختم هذه الحلقة من المبادرة، نوجه عناية السادة المشاهدين لانطلاق قناة إكسترا لايف في بثها التجريبي، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفي مقدمتها قمة المناخ. ونشير إلى أن تردد قناة إكسترا لايف هو 12092 فيرتيكال. مشاهدينا الكرام، بهذا تكون انتهت هذه الحلقة من المبادرة، كنت معكم فيها نانسي نور، إلى اللقاء.